بعد بناء حظيرة صغيرة، كان علينا اختيار الأغنام الصالحة للمشروع والاعتماد على طبيب بيطري لاختيار أغنام بصحة جيدة من أجل مشروع تنموي قابل للاستمرار تتمكن من خلاله خالة أم سعد من إعالة نفسها وأسرتها وفتح باب دائم للرزق. رغم خذلان الحياة للخالة أم سعد أكثر من مرة، ورغم الوجع الذي ذاقته مرات ومرات، ورغم كبر أبنائها، إلا أنها لا زالت تشعر بمسؤولية تجاههم، وما زالت قادرة على المحاولة والتشبث بأي فرصة عمل تمكنها من الاستمرار والشعور بالإنجاز. هنا ستبدأ الخالة أم سعد مشوارها الجديد، وسيساعدها الأبناء لتحمل مشقة الاعتناء بهذه الأغنام.